مرحبا بحضرتك دكتور عصام. اهلا وسهلا محمد، صباح الخير. استنى صباح دقيقة الخير يا واحدة، دكتور، ازي حضرتك؟ انا بخير الحمد لله، بخير، مبسوط مبسوط اهو ان احنا اخيرا عرفنا نحط الميعاد، الحمد لله. وبس مبسوط لكل الناس اللي بتتابع معانا. ربنا يحفظك يا دكتور. انا هطلب على واحنا بنستنى الناس، هطلب بس ان كل الناس اللي بتسمعنا كل واحد يجيب ورقة وقلم عشان هنكتب وهقول ليه احنا هنكتب. اوكي تمام، يلا انا اول واحد اهوت معايا ورقة وقلم. وانا اهو، انا كمان. اوكي نبتدي، قول لي وقت ما تحب نبتدي، نستنى 3 دقيقتين او زي ما انت عايز. ممكن نبدأ بعد دقيقتين يا دكتور. اوكي طيب، نحط ميوت. دكتور محمد انت فين؟ انت في اليابان او في مصر او في، انت فين؟ أنا جامعة يوهاشا التكنولوجية في اليابان. في اليابان. طيب، انا يعني بقيت يعني انت بعيد خالص يعني. بعيد جدا. وبقالك قد ايه هناك؟ أنا بقالي حوالي سنة ونص أهوت، ولسه قدامي سنتين ونص. طيب، ممتاز ممتاز ممتاز. اليابان مش مكان سهل الواحد يعمل فيه البي اتش دي او بوست دوك، او مكان صعب، مكان صعب. الحمد لله، كان ربنا ييسر الحال، كان الموضوع سهل الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا في ناس بتقول إيه مفيش بقى عندنا من الشباب بتوعنا؟ لا، هو في صوت، ولكن اللي ينفع يتكلم اللي معاه المايك هو الكوهوست، اللي هو حضرتك وأنا وزميلتنا إسراء، اللي بنعمل موديوليشن للجلسة مع حضرتك. قول لي كده، الصوت كويس، في صدى او احط سماعات افضل؟ طيب هو أنا سامع صوت حضرتك كويس، سماعات وأنا برضو افضل. بستخدم مايك بحيث إن كل حاجة تبقى كويسة. فإحنا عندنا فيدباك من الناس أهوت إن الصوت شغال وممتاز. صوت اوكي أوكي اوكي تمام، يبقى شيء تمام. اوكي نبتدي. طب نبتدي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، مرحبا بكم في اليوم الثاني من مبادرة كتابة المقالات العلمية. النهاردة عندنا ضيف مميز جدا، هو العالم المصري الدكتور عصام حج. اسمحوا لي في الأول إن أنا أعرفكم introduction بسيطة عن دكتور حج. دكتور حج عالم فضاء مصري يعمل في وكالة ناسا الأمريكية، شغل منصب المستشار العلمي لرئيس جمهورية مصر العربية عام 2013 حتى 2014. ولد دكتور حج في العاصمة الليبية طرابلس عام 1975، ثم حصل على من جامعة القاهرة على بكالوريوس في علم الفلك، ثم سافر إلى باريس طلبا للعلم واستقبالا لدراسته، فحصل على الماجستير في علم الفضاء عام 1999، ثم تبعها بالدكتوراه من نفس الجامعة عام 2002، وكانت أول دكتوراه مصرية في علم اكتشاف الكواكب. عمل دكتور حجي باحثا بمركز الفضاء الفرنسي CNES، ثم أستاذا مساعدا بجامعة باريس، ثم انتقل للعمل بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة. يعمل حاليا في معامل محركات الدفع الصاروخي في القسم المختص بالتصوير بالرادار، والذي يشرف على العديد من المهام العلمية لاكتشاف كواكب المجموعة الشمسية. آخر مهمة هي المارس روفر، اللي طبعا كلنا سمعنا عنها خلال الأيام اللي فاتت. يشرف الدكتور حجي كمان على مشروع قمر صناعي يدرس المياه الكوفية وآثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية وقضية تآكل الشواطئ، وكان لي بحث
منشور مؤخرا في دورية نيتشر اللي حابب يطلع عليه في المجال ده. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عصام. أهلا بيك دكتور محمد. فأولا أنا بوجه لك الشكر على الدعوة دي، والحقيقة يعني أنا مبسوط إن إحنا في الموضوع نتكلم فيه الكتابة العلمية، لأنه ده بيسبب مشكلة كبيرة لكل الزملاء أو الشباب في الوسط العلمي بتاعنا، خصوصا عندنا في مصر لما الناس بتبقى في الجامعة أو بيعملوا دراسات عليا أو بيسافروا، دايما في مشكلة كتابة الأبحاث العلمية دي. فاحنا النهاردة هنتكلم ليه هي مشكلة، وإزاي نقدر إن إحنا نحل المشكلة دي، وإيه هو البحث الكويس، وإزاي نكتب بحث كويس. طيب خلينا الأول أنا هشرح بنموذج من بحث إحنا عاملينه، وهتكلم بدون سلايد عشان المحاضرة هتتسجل والناس تقدر ترجع للكلام ده. خلونا نبتدي بأول سؤال أي باحث علمي بيكتب بحث بيسأل نفسه فيه، إحنا بنكتب ليه؟ ده أول سؤال. هتلاقي في ناس كتيرة بتقول لك أنا والله بحب البحث العلمي بس ما بحبش الكتابة، أنا أحب أشتغل في المعمل، أنا أحب أشتغل في الموقع. دايما نجد أي سبب إن هو نوري إن عملية الكتابة دي مش مهمة، ونشوف نقول ما في ناس كتير بتنشر أبحاث وما بتستفدش منها، والناس مش عارف إيه وإيه وإيه. الحقيقة إن إحنا بنكتب بسببين مهمين جدا. أول سبب هو ترتيب الأفكار. الباحث لما بيكتب أفكارك بتترتب، وده السبب إن الكاتب في أي مجتمع هو شخصية مرموقة. أول جائزة نوبل جت لمصر كانت في الكتابة، ما كانش في العلوم، وده انت لو بصيت فيها ده شيء طبيعي، إن اللي بيعرف يكتب بيعرف يفكر، ما فيش حد بيعرف يفكر وما بيعرفش يكتب. فالكتابة فن مهم، هو فن ترتيب الأفكار وفن إقناع الآخرين. فأنا لو باحث وما بعرفش أكتب، يعني أنا لا بعرف أرتب أفكاري ولا بعرف أقنع الآخرين. فده أول هدف. تاني هدف من الكتابة العلمية هو توثيق الأبحاث. كم مرة كنت بتدور على داتا معينة أو معلومة معينة وما لقيتهاش؟ تخيل أن المعلومة دي كان في مثلا 20 باحث كان ممكن يكتبوها وما كتبوهاش، لأن مثلا كان شايفين أن ده تضيع وقت، وممكن تكون معلومة صغيرة جدا أو ممكن تكون نتيجة صغيرة جدا. فالكتابة هي أيضا مساهمة في الإرث الإنساني، أنك أنت المعلومات دي ممكن يستخدمها حد تاني. فدي أول سؤال، إحنا بنكتب ليه؟ طيب في بقى سؤال تاني يجي بعد ده، احنا ما بنعرفش نكتب ليه؟ ليه احنا عندنا دايما مشكلة كباحثين من في مصر مثلا او كعرب بشكل عام، عندنا مشكلة في موضوع الكتاب. مشكلة موضوع الكتابة ده ما هيش مشكلة جيناتيك مثلا اللي احنا فينا جينات وراثية او اي حاجة، هي مشكلة ابسط بكتير، ان احنا ما بنقراش، لان عملية القراءة والكتابة مرتبطة ببعض. اللي بيقرا كويس بيكتب بشكل كويس، مفيش حد بيكتب كويس وهو ما بيقراش. عشان كده لو دخلت على مكاتب الناس اللي بتكتب ابحاث بشكل كويس هتلاقيها قدامها اوراق وكتب ومكتبات وبتطبع وبتقرا. فجزء مهم من عمليه انك تكتب كويس انك تكون تقرا كويس، ومش تقرا ابحاث علميه وبس، انك تقرا كمان اشياء اخرى، القصص والصحف وده. فبس انا يجي حد يقول لك انا ما عنديش وقت اقرا الحاجات دي، شوف انت الوقت اللي ما عندكش وقت فيه انك انت مثلا تقرا مقال في الجورنان او في قصه او مقال علمي، والوقت اللي انت بتضيعه وتقعد تكتب في بحث 6 أشهر و7 أشهر ويطلع وحش وكده. فانت لو بصيت في الحقيقه اللي انت بتحاول تتفاداه توفر فيه وقت بتضيعه في الناحيه الثانيه. فمش معقوله بقى انا اقعد اوفر دقيقه من وقتي واخلي مثلا السنه بتاعتي كلها تضيع، فده برضو غلط. يبقى اول حاجه احنا بنكتب عشان ننظم افكارنا، ولازم نقرأ عشان نستعد لعملية الكتابة العلمية. فدي نقطة مهمة. طيب احنا دلوقتي، فدي النقطتين اللي انا عايز اشجع الشباب فيهم، انه قبل ما يكتب اي بحث لازم يفكر شوية نقاط يفكر فيها، وانا دلوقتي هتكلم ازاي البحث بتكتب. اول نقطة هي انا عايز اقول ايه في البحث ده. لا يمكن تبتدي تكتب في بحث وانت مش عارف انت عايز تقول فيه ايه. مش كل قصة يعني أقدر ألخص ده في سطرين. يعني مثلا أنا مثلا آخر بحث إحنا عاملينه عن الأثار مثلا سد النهضة، فأنا عايز أقول إن السد ده مؤذي ماشي، وإنه غير مفيد للبيئة
بتاعت نهر النيل، وده نموذج انا هعرضه. فانا عندي انا الهدف اللي انا عايز اقول ايه، وبشكل بقى بشكل رقمي، يعني مثلا اقول انه السد ده هيشيل مثلا 20% من حصتنا المائيه وهتسبب في تبوير 10% من المساحه الزراعيه مثلا، بقول اي ارقام، وان ده هيأثر على الاقتصاد بتاعنا بنسبه 3% من الناتج المحلي العام. فانا في سطرين عارف انا عايز اقول ايه. فدي نقطه مهمه، ما تبداش تكتب بحث وانت ما عندكش القصه، ايه الرساله اللي انا عايز اقولها. بس اكبر غلطه بشوفها ان حد يبتدي بحث وهو مش عارف هو عايز يقول ايه، فيبقى مش عارف يكتب ايه في الابستراكت في الملخص، ولا يكتب ايه في المقدمه، ولا يكتب ايه في النتائج، ويقول مثلا انا هحط مثلا صفحتين مقدمه وثلاث صفح في الميثود. يعني اللي بيقرا بحث هو بيقرا قصه، لازم تكون ممتعه وشيقه ولازم يكون فيها هدف. فدي نقطه مهمه جدا. طيب احنا بقى بنبتدي، احنا بنبتدي نكتب البحث ازاي؟ تعالوا نبتدي من اول حاجه من فوق لغايه لغايه ما ننزل البحث لاخره. هناخد سطر سطر ماشي، ونشوف البحث بيتكتب ازاي. اول شيء عنوان البحث ماشي. اولا انا خلاص استقريت الفكره العلميه اللي عندي، واتفقت مثلا مع المشرف على الرساله او مع زملاء الباحثين ان احنا هنكتب الفكره دي في بحث. اول شيء انا بعمله ان هو ببتدي ادور ايه اللي اتكتب في الموضوع ده. وهنا لازم ادور على المراجع والحاجات اللي اتكتبت واذكرها في مقدمة البحث وما تجاهلهاش. ان التجاهل ده ممكن يتسبب انك انت بحثك يترفض، او ان انت تكون مش متابع، او انت تكون مش مطلع. فمثلا اول حاجة لازم نبتدي فيها اللي هي اللي انا بجمع كل الابحاث اللي اتكتبت واشوف البحث بتاعي مختلف عنهم في ايه، او القصة اللي انا عايز اقولها مختلفة في ايه. طيب افرض ان انا لقيت ان البحث بتاعي مشابه لابحاث اتنشرت، مش مشكلة، انا ممكن اكون باكد الابحاث دي او بنفي الابحاث دي او بعرض منظور مختلف. ما قلتش خلاص انا كده ده الكلام ده اتنشر وانا مش هعمله. ساعات كتيرة بتكون في نتائج محتاجة اكثر من بحث يأكدها، مثلا المياه على المريخ مثلا، يعني دي اتنشر فيها من سنة 82 لغاية النهارده ابحاث كلها مش متشابهة، كلها بتبني على بعض، وحاجات بتأكد وحاجات بتنفي بعض. فأول شيء نبتدي بيه اللي هو قراءة المراجع المحيطة بينا. طيب تعالوا نبتدي حاجة حاجة. نبتدي مثلا بالعنوان. العناوين، أول عنوان، العنوان لازم يكون مختصر، كل ما كان أقصر كل ما يبقى أحسن، كل ما كان أوضح ويمس فئة أكبر يبقى أفضل. بلاش العناوين اللي هي مجرد أنا عملت إيه، لا، العنوان لازم يكون فيه جزء من النتيجة. يعني مثلا في البحث اللي احنا عملناه عن مثلا دراسة السواحل في أفريقيا، ممكن مثلا أوري النموذج هنا ثانية. اوكي، ده مثلا بحث ازاي اقدر اعمل شير هنا. هل شايفين الشاشة عندي؟ يا دكتور تمام. يا دكتور تمام. ده بحث احنا مثلا نشرينه يوم 27 يناير اللي فات، يعني من اسبوعين او من شهر. لو جيت شفت البحر ده اراه مثلا 40 ألف شخص تقريبا في الشهر اللي فات. شوف مثلا ايه اللي بيخلي البحث ده يتقري كتير. ولو مثلا اخدت احد اكثر ابحاث مثلا انتشارا، تعالوا نشوف مثلا في المجلة مثلا، فدي مثلا Nature Scientific Report، مجلة مش وحشة مثلا، تلاقي ممكن البحث ده واحد مثلا الأبحاث الكويسة بشكل عام بتتقري مثلا قد ايه مرة، نقدر نقول 1000 مرة.
الأبحاث الممتازة. مثلا نشوف مثلا بحث ده من أحد الأبحاث، فده مثلا هتلاقي مقري من نوفمبر 2016 اتقرأ 1000 مرة، 1000 باحث عملوا داونلود. طيب إيه اللي بيخلي البحث ده منشور من 4 سنين وتقرأ 1000 مرة وإيز اترندينج، يعني من قمة الأبحاث اللي في المجلة، ماشي؟ وده مثلا اللي بعده 3000 وهو منشور برضو تقريبا في نفس الوقت. طيب إيه اللي بيخلي، إيه اللي بيخلي بحث يتقري كتير ويبقى مهم للناس؟ أولا بص كويس في العنوان، العنوان لما تقراه في جزء من النتائج، ماشي؟ العنوان بيقول لك إنه السواحل بتاعتنا سواء سواحل الدلتا أو السواحل الرملية بتتآكل، فأنت مجرد العنوان ذات نفسه إداك معلومة. لكن لما العنوان يتحول لوصف للتكنيك اللي أنت بتستخدمها بيبقى ده ممل جدا وبيخلي الناس ما تقراش البحث. يعني مثلا أنا كان ممكن نكتب البحث ده مثلا معالجة صور أقمار صناعية لفهم تآكل الشواطئ في شمال أفريقيا، ما كانش حد هيبقى مهتم. لكن أنت تقول جزء من نتيجة في العنوان ده اللي شيء مهم جدا، أوكي؟ تانيا اختيار المجلة اللي أنت هتنشر فيها، اختيار المجلة اللي أنت تنشر فيها ده موضوع مهم جدا. لازم أعرف إيه هو البحث اللي يمس جزء كبير من المجتمع، وإيه البحث اللي أنشره في مجلة متخصصة، وإيه البحث اللي أنشره في مجلة عامة، وإيه البحث اللي أنشره في مجلة بتنشر بسرعة، وإيه البحث اللي ممكن أنشره في مجلة بتنشر ببطء. فمثلا بعض المجلات بتنشر ببطء جدا، يعني نيتشر بحث ممكن يقعد فيها سنة ونص، نيتشرز ولكنها مجلة ممتازة. في جريدة ممكن تكون أسرع منها شوية، مجلة علمية تكون بتنشر أسرع وتكون بنفس مستوى التحكيم، فدي برضو عامل مهم. المقالات الشبيهة بالبحث بتاعي بتتقري وبتكتب في أنهي مجلة، ده برضو نقطة مهمة جدا. فكل ده أنا لازم أعرف أنا أنشر بحث فين. الحاجات اللي أبتعد عنها كل المجلات العلمية اللي هي ملهاش مصداقية، يعني الحاجات اللي كلها مثلا لدور نشر غير معروفة، مثلا دور النشر المعروفة في سبرينجر، نيتشر، ام دي بي اي، لجزء من تايلور اند فرانسيس، اللي هم دور النشر الحقيقية. بلاش المجلات اللي هي تكون اللي هي مجلات الوهمية اللي هي بيكونش ليها مصداقية وما يكونش ليها موقع وما تكونش تتبع لدار نشر كبيرة أو تتبع لجمعية علمية موثوقة. فدي نقطة مهمة. طيب نيجي نشوف بعد ما نختار العنوان، ماشي، هنيجي نشوف الحاجة اللي هي اللي بعد كده الكو أوثرز. أنا بختار إن هم الناس اللي كاتبة معايا المقال إزاي. المقال ده مثلا اللي كاتبه طالب الدكتوراه اللي بيشتغل معايا في جامعة تونس، بنشتغل مع بعض. ففي الطالب الدكتوراه اللي عمل جزء كبير من البحث، وفي المشرف اللي ساعد في البحث، ماشي، وثم في ثم المشرف الثاني، ثم الباحثين المشاركين. طيب خلينا اقول لما بنكتب بحث ما فيش حاجة اسمها طالب دكتوراه والمشرف، وده اللي بيساهم هو بس اللي بتحط اسمه. يعني لو المشرف على الرسالة ما بيساهمش ما بتحطش اسمه، لو في حد صديق أو حد مش عارف يعني قرى كلمة وكده ما بتحطش اسمه، انت بس بتحط ترتيب الأسماء هو ترتيب مجهود الناس في كتابة النص، وان الناس دي مسؤولة عن الكلام اللي في النص ده، ودي نقطة مهمة جدا. ما اقدرش احط حد مجاملة، وما اقدرش احط حد وهو ما قراش الكلام. ليه؟ تصور مثلا ان الباحث ده اللي اسمه جيل ماي، بعد ما كتبنا البحث ده وحطينا اسمه راح في مؤتمر وقال والله انا هم حطوا اسمي بس انا ما قريتش البحث ده وانا غير مقتنع به، ساعتها البحث بيفقد مصداقيته. تصور ان حد مثلا دكتورة عمروني مثلا من تونس، ان هي راحت لو هي ما شافتش البحث ده وراحت في مكان وسألوها عن النتائج دي وقالت أنا ما قريتوش، فكل دي حاجات سيئة جدا. لازم تعرف أن أسماء الناس اللي بتضعهم في البحث هم أسماء الناس اللي اشتغلت فيه واللي مستعدة تدافع عنه،
دي نقطة مهمة. طيب نيجي نشوف بعد كده هبتدي جزء جزء. الابستراكت، الابستراكت هو الملخص، والناس هنا بتخلط كتير جدا بين الابستراكت وبين وبين المقدمة، ماشي. فالملخص ده المفروض أنا لما أراه توصلني كل رسالة البحث، أفهم كويس البحث ده مهم ليه وبيعالج إيه وبيستخدم وسائل إيه والنتائج بتاعته طلع إيه وانعكاسات ده إيه. أقرأ البحث أفهمه. الإديتور لما بتبعت بحث عشان يتراجع بيقرأ ده بس، بيقرأ العنوان وبيقرأ الأبستراكت وبيشوف حاجة مهمة فبس. إذا اقتنع بالبحث بتاعك ببعته للتحكيم، إذا ما اقتنعش بيه ما ببعتوش للتحكيم. طيب نقطة مهمة جدا برضو عايز أضيفها هنا، لما بتحط أسماء الناس وبتحط الأفلييشن بتاعتهم، مراجع شخصي لأن الناس كتير بتغلط في الموضوع ده، إن هم مثلا يحط الإيميل بتاعه في الهوت ميل أو يحط الإيميل بتاعه في الياهو أو في الجيميل. يا جماعة لازم تحط الإيميل الرسمي بتاعك في الجامعة. أي بحث مبعوث من إيميل ياهو أو هوت ميل أو الحاجات دي، يعني الإديتور بيعتبر إن دي شيء غلط، وفي جرائد كتير مجلات علمية ما بتنشرش ده. طب أنا ما بنشرش ليه؟ افرض أنا كتبت في البحث ده وقلت أنا قلت مثلا أنا جيت وأضفت الدكتورة علا مثلا، وبدل ما حط الإيميل الرسمي بتاعها حطيت الإيميل مثلا في ياهو بتاع حد تاني، والحد التاني ده هو اللي هيجاوب على كل المعلومات عن الإديتور، وبالتالي الشخص مفيش عنده وسيلة للإديتور نتأكد أن الناس دي فعلا أنها مشاركة في البحث وأنها موافقة عليه، لأن الإيميل ده جاي من هوت ميل من جيميل. أي حد ممكن يزيف الإيميل ده ويدعي أن هو أي شخصية وبالتالي يحط اسم أي حد. فبالتالي أي بحث أنت بتعمل له سبميشن في جريدة محترمة من هوت ميل من ياهو من كل الكلام ده، تأكد أنه عنده نسبة رفض 50%، ماشي. فأنت لو ما عندكش الإيميل الرسمي اتصل بالجامعة وحاول أن هم يعملوا لك الإيميل ده. طيب نخش مثلا على الانترو، فقلنا ده الملخص اللي هو لازم يكون فيه الرسالة الأساسية ولازم يكون شافي وافي. طيب في حاجة مهمة هنا برضو من الأخطاء الشائعة، إن الناس تكتب الأبستراكت ده لازم يكون التلت بتاعه أي حد يفهمه، يعني أي حد ماشي في الوسط العلمي يفهمه، والتلت بتاعه يفهمه التلت الأدفانسد في الوسط العلمي، والتلت التالت يفهمه الناس اللي هو في خبرة وتخصص في المجال ده. لو الأبستراكت بتاعك كله مليان بحاجات فقط المتخصصين أو كله حاجات عامة، الحالتين دول خطأ. طيب فأتمنى النقطة دي أنها تكون واضحة. المقدمة حاجة تانية، آسف، كمان في الأبستراكت ما تقعدش تركز على المقدمات وتركز على التكنيك اللي أنت استخدمتها وتختصر مثلا نتائج في سطرين تحت، لا، لازم تختصر الكلام في المقدمة وتختصر الكلام في التقنية اللي انت بتستخدمها وتكتر الكلام عن النتائج. دي نقطة مهمة جدا. طيب المقدمة، والمقدمة دي شيء مهم جدا، يعني مثلا الناس بتقول انا هكتب له 6 صفح مقدمة، بقى احط للإديتور ده 6 صفح مقدمة و4 صفح ريزالت و2 صفح امبليكيشن. يا جماعة الكلام ده غلط، يعني مفيش حد، انت في قصة شفت مسلسل مرة في حياتك قلت يا سلام الكلام اللي اتقال في الحلقة دي كان نفسي اتقال في 4 في حلقات مثلا. لا، بل بكتب في المقدمة الحاجة اللي بتساعد على فهم البحث ده. مثلا هنا هو احنا بنتكلم عن تآكل الشواطئ، هل مثلا أمانة قاعد اتكلم عن تآكل الشواطئ في العالم كله، او اتكلم مثلا على كلام عن كل السواحل بتاعتنا؟ انا بتكلم تحديدا في المقدمة، أنا بقنع القارئ ليه البحث ده مهم، ليه أنت كريفيور قاعد بتقراه وليه أنت محتاج تحكمه. المقدمة الجيدة بتفتح نفس الريفيور اللي هو المحكم، وبتفتح نفس الإديتور اللي هو رئيس تحرير المجلة
ان البحث بتاعك ده يبقى موجود. فانا في المقدمه بحاول اوري المشهد العام للمشكله، ادي المشكله بشكل عام. هنا مثلا بقول ادي المشكله عندنا في تاكل السواحل بتاعتنا. بقول مثلا ان السواحل مثلا، ابتدي برضو نقطه مهمه خصوصا عندنا في يعني في الحاجات، الناس اللي بتدرس حاجات تخص العالم العربي او تخصنا، ان اغلب العالم مش مهتمه باللي بيحصل عندنا. يعني مثلا مجله نيتشر لما تبعت لها تقول لها السواحل بتتاكل في مصر وفي تونس، يقول لك وده مال بتتاكل. او تقول مثلا نهر النيل في مشكله، في سد ما يحصل فيه مشكله، بيقول لك ويرد عليك الإديتور يقول لك بس دي حاجه لوكال قوي وما تهمش قراء المجله. اكيد ناس كتيرة مرت بده. بينما مثلا شوف لو بندرس مثلا the glaciers او الايس شيتس مثلا، الجليشير اللي هي المرتفعات الجليديه مثلا في جبال الألب في فرنسا، بتدرس مثلا واحد منهم، واحد من اماكن سقوط الجليد ده، فتتنشر في نيتشر يقول لك لا ده موضوع مهم جدا. طب ايه اللي خلى ده لوكال وخلى ده مش لوكال؟ يعني ايه اللي خلى دي حاجه ملهاش اهتمام في الوسط العلمي وحاجه اكبر زي نهر النيل؟ يعني ايه اللي خلى اللي هو الجليد مكان مثلا في موقع فيه ذوبان جليد صغير يهم الوسط العلمي كله، ودراسه مثلا في حوض نهر النيل ما تهمش العالم كله؟ السبب في ده ان هو عدد الابحاث المنشوره في مجلات علميه كويسه عن الموضوع ده. فتلاقي مثلا ان مكان سقوط الجليد ده the glaciers، مش عارف اسمه ايه باللغه العربيه، ده تقصير مني، فلان المكان ده منشور فيه مثلا 30 40 بحث في السنه، بينما احنا مناطقنا بيكون فيها منشوره ابحاث اقل. فده بيدي احساس للاديتور انه الكلام ده مش مهم. طب نعمل ايه عشان نتخطى ده في المقدمه؟ اللي انا احاول اربط اللي انا بدرسه عندي في منطقتي بالعالم. فمثلا هنا احنا بندرس مثلا تاكل السواحل في الدلتا وفي تونس، ماشي؟ فتخيل دي حاجتين صغيره اللي خليك توصل في نيتشر 40 الف شخص في اقراء. اللي احنا هنا ربطنا قلنا يا جماعه الشواطئ الرمليه اللي في تونس واللي في الدلتا في مصر واللي بينهم في ليبيا دي بتمثل تقريبا 20% من الشواطئ الرمليه في العالم. فلو فهمنا ازاي الشواطئ دي بتتاكل نقدر نفهم ال 20% من الشواطئ اللي في العالم، زي في كاليفورنيا، في أستراليا، في الصين، في أفريقيا، في جزء من أوروبا، بتتأكل إزاي. فبالتالي بحول الدراسة المحلية في موضوع صغير أنا شغال فيه، بوري إنعكاساته على قضية أكبر وعلى جمهور علمي أكبر. وده الهدف من المقدمة، مش تقول أنا هرسله 6 صفحة مش عارف حاجة وكده. هو الراجل يعني هو بالكيلو؟ مش بالكيلو طبعا. فهنا فبتدي ده بوصف المشكلة الكبيرة على مستوى العالم، وبوصف بعد كده أنا هنا هقدر أقدم إيه وليه القياسات اللي أنا بعملها دي مهمة، وإزاي إنها هتجيب على السؤال في المنطقة الصغيرة أنا شغال فيها دي، لكن أيضا هتجيب إجابات للمناطق الكبيرة اللي شغالة فيها في العالم. وابتدي هنا أحط ولما بكتب الانترودكشن نقط، أنا هي النقط اللي أنا عايز أجاوب عليها إيه؟ إن ده مهم، ان ده ما هوش لوكال، ان البيانات ان الشغل ده ما اتعملش او اتعمل قبل كده كان ناقص حاجه، ماشي؟ وانا المشكله ايه في الوسط العلمي؟ يعني ايه الحاجه الوسط العلمي محتار فيها، والحاجه دي هو محتار فيها ليه؟ وانهي الانترودكشن باللي انا هقدم ايه، وانا دلوقتي هقدم ايه، وليه المنطقه دي هتساعد مثلا على الاجابات على الاسئله دي. بعد كده وبعد كده هنا بوصف في الآخر أنا هعمل إيه، بس ما بقولش النتائج. خد بالك أنا هنا بوصف أنا هعمل إيه في البحث، بقول يعني 1 هجمع صور أقمار صناعية، 2 هشوف هقارن الصور دي بعضها، 3 هعمل في كذا، بقول أنا هعمل إيه بس ما بقولش النتائج. أنا هنا في المقدمة هدفي حاجة واحدة بس، أوري إن البحث ده مهم، مش اللي أنا ألخص بقية الأبحاث التانية وبس. لا، هدفي لنا ألخص بقية الأبحاث التانية، أقول إيه اللي كان ناقص فيها بدون طبعا ما تجرح في الناس اللي كاتبة الحاجات دي، وأقول أنا بضيف إيه. ودي حاجة مهمة جدا لما تعمل ريفيو لأي موضوع، وهو الانترودكشن هي ريفيو للموضوع مع إيه المشكلة، إيه اللي ناقص في الوسط وإنت بتضيف إيه. إنك أنت ما تكونش ما تقولش مثلا تيجي على بحث وتقول إن البحث ده مثلا
اللي عمله فلان فلاني كان ناقص، تقول مثلا انه البحث لم يحصر مثلا على النتائج دي، فبالتالي لم يستطع البحث انه يعالج النقط دي ودي ودي. بس خلينا خد بالك الاديتور بيختار الريفيور من الناس اللي في الانترودكشن، بيروح كده يشوف انت السايتيشنز اللي انت عاملها في الانترودكشنز ويروح يدور على الناس منها. طيب في نيتشر مثلا بتحط بعد المقدمه بتحط النتائج، لكن عاده اللي بعد المقدمه بيجي هو الميثود، وبعض المجالات العلميه زي نيتشر بتحط الميثود في الاخر. لكن خلينا نقول لو انت بتنشر في مجله عاديه الميثود هتبقى تاني حاجه. طيب الميثود دي انا بكتب فيها ايه؟ ودي برضو مشكله ان الناس تقول لك الميثود دي معروفه وانا اروح اعملها كوبي بيست من جورنال ده وحطها هنا. اللي بيقرا الميثود كل هدفه يعرف هل الميثود اللي انت اخترتها دي ابليكابل للسؤال العلمي اللي انت عامله فوق او لا. فانت لو كتبت كوبي بيست من بيبر تاني اكيد هو عامل السكشن دي على حساب المشكله اللي عنده، فلازم انت تكتب الميثود بنفسك وتبين فيها ايه الخطوات اللي انت بتستخدمها وازاي دي مربوطه بعنوان بالموضوع بتاعك. فلازم تتايلور يعني زي ما تقول كده تخيطها على مقاس المشكله العلميه بتاعتك وما تاخدهاش كده كوبي بيست من موضوع تاني. الحاجات دي بتخلي الريفيور يحس ان الشخص اللي عامل بحث مش مهتم ان هو يعني ان هو يعملها على مقاس الميثود على مقاس الموضوع بتاعه، فبالتالي البحث بيترفض. ماشي، ودي نقطه مهمه جدا. الميثودز مش لازم تكون طويله، كل ما تبقى اقصر يبقى احسن. يعني شوف الميثود بتاعتنا قد ايه، مفيش يعني تقريبا 300 كلمه فيما اقل. وفي ناس تعمل ميثود تلاقي الميثود مثلا عنده تلتين البحث ميثود او تلت البحث ميثود، وده غلط. كل ما اقدر اقصر الميثود واستخدم ريفرنسز فيها يبقى افضل. مفيش حد عنده وقت يعني يقول انا سلام بدل ما كان كتبها في صفحه كان كتبها في سته كنت ابقى مبسوط اكتر. بس تكون واضح وتحط المراجع اللي يقدر الانسان يشوف فيها تفاصيل اكتر. طيب بعد ما نعمل الميثود وما نخلطش الميثود بالنتائج، برضو في ناس بتقوم حاطه الميثود وتقوم حاطه النتائج فيها وده غلط. والهدف ليه؟ لان الهدف في انسان ممكن يكون عايز يعرف انت بتعمل بحث ده ليه فيقرا انترودكشن بس، في انسان مهتم يعرف الميثود بس فيقرا الميثود بس، وفي انسان مهتم يعرف النتائج بتاعتك بس مش عايز يعرف الامبليكيشن بتاعتها ان هو عنده امبليكيشن اخرى. فالسيجمنتيشن دي بتساعد الناس انها تستخدم بحثك باشكال مختلفه، ممكن يقرا كله على بعضه او يقرا اجزاء منه بس. طيب هنيجي مثلا نشوف موضوع النتائج هنا اهو. مثلا النتائج، طيب النتائج لازم فترة، دي فقرة لازم تكون مقسمها ازاي. يعني انت مثلا عملت في الميثودز ثلاث حاجات، مثلا است خاصية واحد واست خاصية اثنين واست خاصية ثلاثة لأي تجربة علمية. فترة الريزالتس لازم تكون زي فترة الميثود. يعني لو انت است ثلاث حاجات يبقى لازم تريبورت الريزالت بتوع الثلاث حاجات دي. ما ينفعش ابقى انا قايس ثلاث حاجات وبريبورت حاجتين او العكس. ماشي، بحيث بتساعد الباحث اللي بيراجع البحث واللي بيقرا البحث انه يكون سهل القراءه، ودايما تكون منظم في الحاجه. يعني مثلا ان انا لما اكتب لما تكون في حاجه مهمه ما اقولش مثلا اهي ما هي مكتوبه مثلا في اخر فتره في البحث، لا تكون في الاول. ماشي، لانه الشخص اللي بيقرا البحث بيكون فكره كويسه او سلبيه على ما يكون خلص الانترودكشن. فلو هو وصل لاخر الانترودكشن وحس انك انت مش كويس يعني هيدمر في التحكيم لبقيه البحث. ماشي، ولو لو بقى مشتاق يعرف النتائج هيكون اكتر متقبلا الاخطاء اللي انت بتكتبها ويساعدك على التحسين فيها. فدي نقطه. طيب الريزلت زي ما قلت احنا نبقى مقسم منها وتكون واضح فيها ورقمي بالارقام واي وما بتحطش امبليكيشن، بتكتب انا بقيس. يعني انا هنا
مثلا بقول احنا بنقيس ان في تآكل من النقطة دي في تونس للنقطة دي، والمنطقة دي في ليبيا ما فيهاش تآكل، والمنطقة دي فيها والمنطقة دي ما فيهاش، وهكذا. ما بقولش السبب ايه، انا بقول انا فقط شايف ايه، ما بقولش ده انعكاساته ايه، انا بقول تجربة بتاعتي عملت كذا طلع لي كذا، ادي الارقام اهي بس. وبقول في الريزالتس ادي الارقام دي فيها نسبة الخطأ مثلا 10%، ان الارقام دي مثلا ما خدتش في الاعتبار حاجات اخرى، اشياء زي كده، او بقول نسبة الخطأ فيها وبس يستحسن. بعد كده بتروح على الفقرة المهمة جدا وهي الامبليكيشنز. طيب انا قلت الارقام بتاعتي وقلت طلع في نتائج، انعكاس بقى ده ايه؟ ماشي، ان احنا دلوقتي ده انعكاساته ايه، وهنا بحلل ارقامي، بقول والله ان الرقم ده مثلا تآكل الشواطئ 10 متر في السنه يعني ان في بنيه تحتيه هتتدمر على المساحه كهذا، يعني انه في جزء من الاقتصاد بتاعي هيحصل له كذا، يعني في ناس هتتهجر بالارقام دي، بقول انعكاسات ده، وبعد كده بقول نسبة الخطأ عندي ممكن تكون 10%، والنسبة دي حتى لو كانت موجودة هتغير أو مش هتغير في نتائج البحث ده. فأنا بنتقد نفسي وبقول هنا الانعكاسات اللي أنا بقوله إيه. وده طبعا شوف الفقرة دي ممكن تكون أطول أو قد الفقرة بتاع الريزالتس حسب الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه. وفي النهاية بختم بالconclusion. طيب الconclusion بقول ادي احنا عملنا ايه وادي ملخصه ايه. الconclusion هي الفرق بينها وبين الابستراكت، ان هي الابستراكت ملخص للبحث، ماشي. الconclusion هي بعد ما انت قريت وفهمت ايه الحاجة اللي تاخدها من البحث ده. اللي تاخده من البحث ده انه نسبة التآكل في الشواطئ عندنا 70%، وان النسبة دي حتى لو كان في اي اخطاء فيها مثلا انها بتوريك انه حتى كان في عندك اخطاء 10% بتوريك ان الترندز اللي عندك مش هتغير قوي من النتيجة، وانك انت في سنة 2100 تقريبا عندك مساحات كبيرة هتتغير مثلا من السواحل بتاعتك. فانا هنا بديك ملخص النتائج، وبص كويس الكونكلوجن ما فيهاش ملخص للموضوع، ما فيهاش ملخص ليه الدراسة دي مهمة أو ليه الدراسة دي بتتعمل فيها، ملخص فقط للميثود وللأمبليكيشن للريزالت والأمبليكيشن، ما فيهاش مقدمة للموضوع. وده الفرق بينها وبين الأبستراكت، فهي تقريبا تعتبر إلابوريشن للسكشن الثالث من الأبستراكت بتاع اللي هو النتائج، ماشي. طيب آخر حاجة عايز أقولها المراجع. لازم طبعا تكتب المراجع بشكل كويس، ولازم تذكر كل الابحاث اللي اتعملت في ده، لازم تراعي الفورمات بتاع الجورنال، وفي وسائل كتيره بتديك الفورمات ده، زي مثلا في اند نوت تقدر تستخدم ده، بيعمل لك الفورمات. الاديتور بيروح يبص على المراجع بتاعتك ويشوفها. طيب مثلا البحث ده يجي يشوف ايه ده هو بيستعين بابحاث منشوره في الناتشرال اكاديمي اوف ساينس، في الناشنال اكاديمي اوف ساينس، فده مجله كبيره، ماشي. يشوف مثلا في مجله كلايمت ريسيرش، دي مجله كبيره، فيلاقي مثلا انك انت بتستخدم مراجع قويه ومن مجلات كبيره، اذا البحث ده مهم. لو كل المراجع اللي انا في حاططها اصحابي وابحاث الدكتور بتاعي المشرف واصحابه ورئيس القسم والكلام ده، البحث هيترفض، ماشي. لأن يعني ده إنسان بيكلم نفسه وبيستعين بأبحاث الناس اللي في المكتب اللي جنبه بس، مش شايف الدنيا إزاي، وده خطأ كبير جدا الناس بتقع فيه، وبيقع فيه يعني من أكبر العيوب إنك أنت تحط معاك ناس في البحث وهمش مشاركين بشكل حقيقي، إنه هم عايزين يعملوا سايتيشن لكل أبحاثهم الموجودة، وعشان الحاجات اللي يقعد نطلع على الاتش اندكس والكلام والحاجات الغريبة دي. طيب خلوني كمان اقول لكم حاجة مهمة، انت بعد ما نشرت البحث، دلوقتي البحث اتحكم بعته وجات لك نتائج المحكمين، جات النتائج نقد شديد، اول ما اقرأ النقد الشديد ده لازم اعرف حاجة،
ان الشخص اللي حكم البحث ده قلبه عليك. اكيد ما فيش انسان هيقعد 3 4 ايام يقرا البحث بتاعك غير ما يكون هو بيعمل لك في خدمه ان هو بيراجع فيه. ماشي، ما جيش اقول يا نهار اسود ده كاتبين كذا ونقدين فينا وازعلان وازاي يقولوا علينا في كذا. لا، هو بيحاول يديك هنتس ايجابيه تطور بيها البحث بتاعك، فلازم تسمعها وتبص عليها بموضوعيه وتجاوب عليها بموضوعيه. لو انت بتحكم بحث، لو جالك بحث عشان تحكمه وانت حاسس انك انت مثلا مش قادر تحكمه بشكل موضوعي، يعني مثلا جالك بحث لشخص انت ما بتعزوش قوي، شخص انت مختلف معاه شويه، ماشي، ما تحكموش. اوعى تاخد بحث وتحكمه وانت مش هتقدر تقول فيه كلمه حق. اوعى، ده دي اكبر غلطه قاتله في الوسط العلمي، لانك بتعمل لنفسك اعداء ما لهمش اي لازمه، وبتخلي معنوياتك تبقى في الارض بدون اي معنى، فتعتذر على طول. طيب بعد ما اتنشر البحث اعمل ايه؟ طب البحث اتنشر، في ناس اول ما البحث بتنشر يقوم رايح على الفيسبوك وكاتب تمت بحمد الله نشر البحث في جريده معامل الامباكت فاكتور بتاعها 4، وتقعد الناس تشكر والحمد لله وكده. طيب يا اهل الخير، يا جماعه، احنا عندنا 30% أمية، ماشي، فلما تكتب البحث بتاعك وتحطه للناس تشوفه اكتب هو بيتكلم عن ايه، لخصه بمنتهى البساطة، بسطه بحيث اي حد ماشي في الشارع يقدر يقراه في 3 اسطر، اديله معلومة عنه. يعني يقول مثلا والله البحث ده ان مثلا 50% مش السواحل بتاعتنا بتتآكل. انت لو قريت البحث تلاقي انه مكتوب فيه مثلا بتاعنا ده اكتر من كده بكتير، بس بتبسطه، بلاش نحط حاجات ما تعنيش غير 2-3 بس. عملية النشر هي مخاطبة الجمهور العلمي ثم الجمهور العام، واحنا في امس الحاجة لده. فياريت كل حد بينشر البحث بتاعه على الفيسبوك او السوشيال ميديا، ودي حاجة اشجعكوا عليها وتعملوها بشكل ما تخجلش منه. بلاش ارجوك حد يقول لي اصلا انا احب اعمل في صمت. يعني انت بتعمل في صمت لما الباحثين بيعملوا في صمت، والتلفزيون والإذاعة والراديو والفيسبوك مليان بالتهريج، يبقى احنا بنضيع. ما هو انت لازم تقول نتائج أبحاثك وتقولها في شكل مبسط وتنشرها كذا مرة بحيث الناس تتابع فيها. وبرضو بطلب برضو من الزملاء، مثلا في حاجة مثلا انت متحط بحث على الفيسبوك فتلاقي زميلك انت بتبسطه، فتلاقي حد بيرد عليك على التعليق يقول لك ده الكلام ده غلط. طبعا الزملاء الباحثين لازم لما يرد على بحث يرد على المكتوب في البحث، ما يردش على المادة المبسطة اللي بتتقال، لأن المادة المبسطة دي ممكن تكون التفاصيل فيها أقل عشان الجمهور يقرأ. وده مثلا اللي خلى البحث بتاعنا بتقري 40,000 مرة. انت بتبسط الفكرة وبتفتح للجمهور ان هو يقراها، واللي عايز اكتر يروح في البيبر. لكن ما تقعدش تكتب حاجات معقدة جدا عشان انت خايف ان في واحد من الالف هيطلع لك يقول لك الكلام اللي كاتبه ده ناقص الرقم ده وناقص الرقم ده وناقص الرقم ده. فبس دي اللي انا حبيت اقوله، اتمنى ما كنتش اطلت عليكم قوي. وانا عايز اقول محدش فينا بيتولد بيعرف يكتب ابحاث علميه، محدش فينا بيتولد بالسكيلز دي، الانسان بيتعلمها من خلال القراءه والمناقشة مع الناس. آخر نقطة عايز أوضحها اللي هو أنت المفروض تنشر كم بحث في السنة، ودي سؤال في كتير بيجي عندنا، ناس كتيرة جدا بتيجي مثلا يقول لك الطالب الدكتور لازم ينشر 3 أبحاث، طالب الدكتور لازم ينشر 4 أبحاث، الأستاذ لازم ينشر بحث، هكذا. عارفين أنت في ناس لازم تنشر كم بحث؟ طب أنا هقول لكم على 3 أماكن اللي أنا أفليتد ليهم. جامعة كاليفورنيا في كالتاك، الدكتور زويل كان أستاذ فيها الله يرحمه، وجي بي ال مركز الدفع الصاروخي في ناسا، وجامعة ساوثرن كاليفورنيا يو اس سي اللي أرمسترونج كان متخرج من كلية الهندسة فيها، نيل أرمسترونج، وجامعة باريس في فرنسا. في كل الجامعات دي مطلوب من كام بحث أنت تنشره في السنة كطالب ولا كدكتور؟ عارفين الرقم كام؟ 0. ما فيش أي جامعة محترمة عندها requirement، يعني الشرط بعدد الأبحاث اللي تنشرها أو مفاعل النشر أو جريدة معينة. الكلام ده بيحصل فقط في الأماكن الناشئة، وفقط لما نكون احنا مش فاهمين بنعمل ايه.
فناخد معايير من الغرب كده ونحاول نعملها. انت مطلوب منك تنشر حاجة ذو قيمة في مكان ذو قيمة في توقيت مهم. فممكن في 3 سنين تنشر بحث واحد والبحث ده يكسر الدنيا ويكون مهم، وممكن في سنة تنشر 4 أبحاث، وممكن في سنة ما تنشرش حاجة خالص. المهم اللي انت تنشره ده يكون مساهمة حقيقية للعلم، مش مجرد احنا بنعمل وبحث وبننشر والجريدة Q1 و Q2 والأشياء دي بس. فطالما انا عندي رسالة عايز اقولها والرسالة دي واضحة ومفيدة انشر. لسه ما وصلتش لمرحلة النضوج في النتائج بتاعتي اني انشر، ما انشرش، ما عنديش حاجة اقولها. لانه اخطر شيء انك انت تنشر ابحاث وتبقى بعد كده مثلا استاذ كبير ولا حاجة، يجي واحد بعد 20 سنة يقول لك شايف اللي انت كنت كاتبه ده، ايه ده، ايه الاخطاء دي كلها، وانت تقول له معلش اصلا انا كنت ساعتها نايم وكان مطلوب مني انشر 6 أبحاث في السنة فبنشر اي حاجة. لا، فعملية النشر مع الاسف يعني احنا عندنا ما بتكونش موضوعية قوي. بس انا شايف ان طالب الدكتوراه ماشي لازم ينشر بحث من الدكتوراه ان شاء الله، حتى واحد او اثنين، ممكن يكون مثلا مجموعة صغيرة من الابحاث بتوضح اجزاء من الدكتوراه، وبحث شامل بيوري كل رسالة الدكتوراه بتتكلم عن ايه. فدي نصايح. انا شايف في اسئلة زي مثلا حد هنا بيقول ترتيب الباحثين، احنا قلنا انه ترتيب على المساهمة في النص. طيب احنا نفتح الاسئلة فهشوف دكتور محمد نبتدي الاسئلة. انا كده اطلت عليكم. ربنا يحفظك يا دكتور، كانت محاضرة ممتعة جدا. الأسئلة زميلتنا إسراء يسري هتعرضها على حضرتك. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا إسراء. الحمد لله، مرسي جدا على المحاضرة، كانت جميلة. يعني انا من اول ما حضرتك بدأت تقريبا خلصت 2 صفحة كتابة تقريبا يعني. شكرا. رقم 1، هو في سؤال ان ايه اهمية اكتشاف كواكب اخرى، بمعنى ان ايه الفرق ان انا اكتشف كوكب جديد، يعني ده هيضيف لي فايده اقتصاديه او علميه او اجتماعيه؟ جميل. طيب انا هجاوبك على السؤال ده هنا. مثلا طيب اولا احنا بنكتشف الكواكب ليه؟ احنا بنكتشف الكواكب مش عشان نروح نسكن فيها، او احنا مثلا في مجموعه من الناس فاضيه مش لاقي حاجه تعملها وسايبه مشاكل كوكب الارض ورايحه تكتشف في كوكب تاني. هو كل ده بيتم في إطار فهم التغيرات المناخية والتغيرات اللي الكوكب بتاعنا بيمر بيها. كل كوكب بنروح بندرسه في شبه من الأرض يعني مثلا، وبيورينا مرحلة مر بيها كوكب الأرض إحنا ما عشناهاش. يعني كوكب المريخ يمثل مستقبل كوكب الأرض. كوكب المريخ كان يوم الكوكب أزرق شبه كوكب الأرض، ونتيجة التغيرات المناخية اللي فيه تحول لصحراء اللي إحنا شايفينها النهاردة. ففهم كوكب المريخ بيورينا ازاي كوكب الارض هيتغير في التغيرات المناخيه الطويله المدى. كوكب الزهره مثلا ماضي كوكب الارض. الاقمار المحيطه بزحل اللي هي الاقمار الجليديه المحيطه بزحل بتمثل العصر الجليدي اللي مر بيه كوكب الارض. فكل كوكب بنروح نكتشفه بيمثل مرحله مر بيها كوكب الارض بتاعنا، فبدينا فهم للتطور كوكبنا على المدى القصير وعلى المدى الطويل. وهذا الفهم بيحمي حياة الإنسان من المتغيرات اللي ممكن تؤدي بيه الاختفاء. يعني الديناصور أقوى للإنسان، الديناصور كان أقوى من الإنسان. الديناصور من 80 مليون عام لما سقط مذنب على كوكب الأرض أدى لتغيرات مناخية أدت لاختفاء الديناصور بالكامل في خلال شهور. فأنت الإنسان موش أقوى من الديناصور، ولا المذنبات دي ما بتقعش، بتقع وممكن تقع في اي لحظه. فاللي بيقي الانسان من نفس المصير بتاع الديناصور ده اللي هو انه يختفي هو فهمه للكون اللي يعيش فيه، وليس الاستهزاء بالكون اللي يعيش فيه. الناس تقول لك يعني حاله عدم تصديق العلم اللي عندنا دي هي كانت السبب في انتشار الفيروسات زي بس في، وده على مستوى العالم. يعني في حاله نكران للعلم على مستوى العالم أدت أن في ملايين من الناس كانت مستهترة بالفيروس فانتهشر بشكل واسع زي في أمريكا، زي ما شفنا عملية الانتشار ده، وأدى أن أمريكا الدولة اللي فيها أفضل جامعات
مستشفيات في العالم يموت فيها 500,000 إنسان بالفيروس ده. فدايما احنا كل شيء بندرسه بيهدف الى فهم جزء من الكون اللي احنا نعيش فيه، وما فيش حاجة اسمها علوم مفيدة وعلوم مش مفيدة. لو انت احنا شايفين علم مش شايفين فايدة بتاعته، فده لان احنا مش مدركين الصورة بالكامل اللي ناقص فيها. تمام. السؤال الثاني يا دكتور من ماريا هاجي بتقول هل اقدر ان انا اقدم البوبليكيشن بتاعتي في اكتر من جورنال في نفس الوقت؟ لا، ده ممنوع، ده ممنوع، والمحكم والإديتور ممكن هو يكون اللي بيراجع في المجلة الأخرى، فده ممنوع ويخلي البيبر يترفض على طول. بس أنت حاول تقدم البحث بتاعك في مجلة يكون الرد الأول بتاعها بيكون رد سريع، فبيقول لك the first decision، يعني الإديتور رد عليك ولكن هبعته المحكمين أو لا في خلال من 4 أيام لأسبوع. ما تكونش مجلة مثلا زي نيتشر بتاخد في شهر على ما يردوا عليك ويقول لك إن البحث ده هنبعته أو مش هنبعته. تمام. ميرفت منير بتسأل هل الامبليكيشن هي الديسكشن ولا مختلفة؟ جميل. الديسكشن غير الامبليكيشن. الديسكشن أنا مثلا عملت تجربة وبناقش النتائج، بقول والله ده هنا في أخطاء كذا، إحنا كان ناقصنا كهذا، أنا لما عملت الموديل ده مثلا كان ما أخدش في عين الاعتبار العنصر ده. فالديسكشن هي التحليل أو نقد للبيانات بتاعتك للنتائج. الامبليكيشن هي انعكاسات النتائج دي ايه. يعني مثلا زي ما اقول في البحث بتاعنا انه، او مثلا زي ما اقول في بحث اذا كان في تاكل شواطئ، انه حتى لو في نسبه عدم دقه نتيجه العشر عوامل دي، بس برضو عمليه التاكل واضحه وباينه، وان ده هيتسبب مثلا في البنيه التحتيه لمجموعه من المدن انها تتاثر وهيتسبب في خسائر مثلا اقتصاديه وبيئيه واجتماعيه وغيره. فالإمبليكيشن هي انعكاسات ده على الجمهور الأكبر، الوسط العلمي الأكبر، وليس فقط على الوسط الضيق بتاع البحث. تمام يا دكتور. رابع سؤال بيقول ليه المشرفين بيرفضوا ان احنا نستعين بمراجع بحثية قديمة بحيث ان هي ممكن توصل لعشر سنين مع انها قد تبقى قيمة وفيها معلومات كويسة جدا؟ بيطلبوا ان احنا، ان الصوت كان ضعيف، بيطلبوا ان احنا ما نستعينش من بيبرز قديمه بتوصل لعشر سنين مثلا ولا حاجه، مع ان بيبقى فيها معلومات قيمه جدا. ده جميل، لانه بعض المحكمين، بعض الجرايد، وده مش صحيح، بعض انت ممكن تستعين باي، في فتره احنا نشرنا ابحاث بنستعين فيها بحاجات في الثمانينات حتى. فبس دايما لازم تكون تحط القديم والجديد، ما ينفعش تحط القديم بس، معنى أن حاطط الأبحاث القديمة بس أنت ما قريتش الجديد، ده معناه. تمام. في سؤال تاني بيقول إيه قواعد كتابة أسماء المشاركين في البحث لو بحث دكتوراه؟ يعني إيه القواعد اللي أنا أتبعها عشان تبقى أسماء الناس المشاركة؟ القواعد دايما أنه أكتر شخص كتب البحث وهو طالب الدكتوراه لازم يكون في الصف الأول، لازم يكون أول بحث، لازم يكون الأول. تاني بحث هو التاني شخص شارك في الكتابة، يعني عمل إديتينج وكتب وناقش وحط التجربة العلمية، فهي بالمساهمة في البحث في النص مش في البحث. يعني مثلا ممكن يكون إنسان جاب مصدر التمويل وجاب وعمل حاجات في كتير لكن ما ساهمش في كتابة البحث، ده يبقى في الشكر. ماشي. فهو بعدد، تقدر تقول بعدد الكلمات اللي كتبتها في البحث. تمام يا دكتور. طب في سؤال تاني بتقول ان معظم البيبرز او هي شفت ان معظم البيبرز اللي بتتقدم من الشرق الاوسط بتترفض، هل فكره ان انا احط الابليكيشن بتاعي وان يبان ان انا من الشرق الاوسط ده ليه علاقه برفض البيبرز ولا لا؟ ده صحيح لحد ما، مع الاسف ان في جرايد في كتيره بترفض الابليكيشن بتاعه الشرق الاوسط، وبقى فيها بنشوف في بعض الاحيان ناس بس بتشوف اسماء من الشرق الاوسط بقت يعني بتتراجع عن نشر البحث. ده شيء مؤسف ولكنه حقيقي فعلا. يعني أنا هقول إنه هو مثلا نسبته يمكن 10-20% في المجتمع العلمي، ولكنها ظاهرة فعلا، واتنشر فيها بحث في مجلة Earth Science Reviews إنه مثلا في مجلة في علوم الجيولوجيا إنه في أزمة في إن الباحثين من أفريقيا إنهم ما بيقدروش ينشروا أبحاث بتاعتهم في المجلات الكبيرة. طبعا الحل في ده ايه؟ الحل اللي انا اقدر انشر بالتدريج شوية شوية، ابتدي بمجلات مرموقة واعمل الريكورد بتاعي وابدأ اطلع في الرانكينج. انا اوريكم مثلا مثال هنا بيتحدى شوية
النظرية دي في لحظة مثلا هعمل شير مثلا. ده بحث اهو، ده بحث في مجلة علمية مرموقة اسمها Nature Geoscience. Nature Geoscience من أكبر المجلات، يمكن أكبر مجلة في علوم الجيولوجيا وعلوم اكتشاف الكواكب. فالبحث في اسمين مصريين، أبو طالب وهو باحث بوست دوك في جامعة كاليفورنيا، بنشتغل مع بعض وفي مصر في مركز الاستشعار عن بعد في مصر، ونحن اتنين. وده على فكرة ممكن يمكن البيبر الوحيد في نيتشر اللي فيه شخصين من مصر بس، يعني ما فيش أي حد تاني، ومع ذلك البحث اتقبل. يعني أنت لما تيجي تشوف إنه القاعدة العامة إنك تكون بتنشر شيء ذو قيمة، فده كان في بحث مثلا عن اللي هي ال 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 زي يقول وديان الجافة بشكل مبسط اللي بنشوفها على النهر المريخ. فالقاعدة العامة هنا إنك أنت تكون مقدم بحث بوثائق ونتائج ومكتوب كويس، بحيث ما تفتحش الباب للناس إنها تقول ده والله ده هم عشان من الوطن العربي وكده. وطيب وأعمل ده إزاي؟ أنا بعد ما أكتب البحث أحاول قبل ما أعمله سبميشن، قبل ما أخده كده أعمله سبميشن، أشوف اتنين زملاء بيكونوا بينشروا أبحاث كويسة وأديهم البحث وأقول لهم إيه رأيكم فيه، وأشوف رأيهم وبعد كده أصلح فيه وأنشره. ما خلصوش كده أنا والمشرف إنهم حاطينه في الجورنال على طول. تمام. إزاي إن أنا أقدر أفايد البلاجرزم أو فوتوس في البحث بتاعي؟ ما جيش كده في حتة أعمل كوهوبي بيست من مكان وحطه عندي. تمام. البلاجرزم بيجي لما أنا مش فاهم القصة اللي في بالي، أنا مش عارف أحكي قصتي إزاي، فباخد أجزاء من عند حد تاني وحطها عندي. تمام. في سؤال بيقول أعمل إيه لما الريفيور يطلب مني بعد ما بعت البيبر بتاعتي إن أنا أحط فيها 50 ريفرنس ويرجعها لي تاني، والسيفير أكتر حد بيعمل كده؟ مع الأسف دي بقت عادة منتشرة جدا، إن أنا تشوف المشهد ده. أنا طب يعني أي جورنال محترم ما بيعملش في الكلام ده. فجأة كده تلاقي إنسان، ودي حاجة غريبة جدا، يعني برضو من أول ما بدأت الجامعات تحط الإمباكت فاكتور والإتش إندكس بتاع الناس والكلام ده، في الجامعات المحترمة ما حدش شغله تغير، عندنا فبقت الناس عايزة تطلع في الإتش إندكس، فيبقى ماسك في الجورنال يتقبل بحث يقول لك حط الخمسين دول في الريفرنس. فتلاقي مثلا بحث زي البحث احنا عاملينه في نيتشر ده مثلا، وكان في الصفحة الأولى في نيتشر، معمول له 12 سايتيشن في السنة. تلاقي بحث ريفيو مثلا على أزمة المياه في الشرق الأوسط معمول في جريدة محدش يعرفها، ومعمول له سايتيشن 250 مرة. بحث في ساينس مثلا معمول له سايتيشن 20 مرة في السنة، وبحث في المجال اللي محدش يعرفها دي Indian Academy of Science ومش عارف ايه معمول له سايتيشن 200 مرة بالشكل ده. فبالتالي لازم الإنسان انه يرفض ده ويقول انه ده يعني انه الريفرنسز دي مش مرتبطة بموضوع البحث. وعلى فكرة الإديتور ما تخافش، مش هيرفض البحث بتاعك، ما يقدرش يرفضه عشان انت عملت ده. تمام. هو في سؤال بتقول هو تكلفة البابليكيشن اقدر احسبها ازاي، وازاي اختار افضل موقع اجيب منه انفورميشن؟ يعني تكلفة البابليكيشن دايما تبقى موجودة في دار النشر، مثلا السيفير ونيتشر وسبرينجر بيحطوا التكلفة موحدة لكل الجرايد اللي عندهم، يقولك الصفحة بتبقى بالشيء بالرقم ده، الصور ملونة بده. تقريبا متوسط نشر بحث النهاردة ما بين 1200 دولار لغاية 5000 دولار و 5500 كمان. تمام. في سؤال بيقول في حالة التأخير للرد عليا من الريفيور لمدة أو من الجورنال لمدة 3 شهور، أسحب البحث ولا خليه، في حين إن في العادي بيردوا في أسبوعين بس؟ لا، هو في الأغلب إن هو بتأخر 3 شهور، فأنت بتبعت الإديتور، الإديتور بيبعت لهم بس، لكن ما تسحبش البحث إلا لو فات مدة
أنا إنه ما حد ما ردش يعني لو ست تمام. شهور أو تسع شهور. في سؤال بيقول إن هل في تركيبة معينة للورقة البحثية أمشي عليها، ولا يعني بتتحدد المصطلحات بناء على إيه تركيبة الورقة البحثية يعني؟ زي اللي أنا قلتها كده بالضبط، يعني يستحسن طول ما أنت في 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 عمليات كتابك باتك الأولى تكون structured وتتبع المتعارف عليه، اللي هو في abstract, introduction, method, results, discussion and implication وconclusion. فتتبع ده وتمشي عليه بحيث تسهل للناس الريفيو بتاعك. تمام. في سؤال بيقول هل اسم الجامعة اللي أنا بدرس فيها سواء ماستر أو بي اتش دي بيأثر على فرصي في القبول بعد كده ولا لا؟ مش عارفة القبول دي يقصد بيها قبول البيبر ولا قبول في إيه؟ على قبول البحث. فأغلب الأمور لا، مفيش باحث بيقول الله ده البحث ده معمول مثلا من كالتاك ولا من ناسا فأنا ما أقدرش أرفضه. في ناس أبحاث كتير بتترفض أيا كانت الأفليشن بتاعت الجامعة، المهم اللي أنت بتكتب فيه. تمام. في سؤال بيقول ان انا مثلا وانا ببتدي البحث بتاعي وانظم الانفورميشن بتاعتي لقيت كم كبير جدا جدا من المعلومات، ازاي ان انا اقدر انظمها؟ بتشوف انهي اللي يمشي في سياق الموضوع بتاعك. يعني في انترودكشن حاجات ممكن ملهاش علاقه جدا بالموضوع بتاعك، يعني مثلا لو انا زي في البحث بتاعنا بتكلم على سواحل شمال افريقيا بوصف مثلا بشكل مبسط الصخور والرمال والمدن الموجوده، مفيش داعي مثلا اني اوصف مثلا معلومه ما لهاش قيمه، مثلا اني اوصف عدد الاوض اللي في الفنادق الموجوده مثلا في السواحل دي، ده ملوش قيمه الموضوع. فلازم اشوف انا اخد الجزء اللي بيبني القصه بتاعتي بس. تمام. في حد كاتب ان انا اقدر ان انا وانا بعرض النتائج بتاعتي استخدم فيجرز احسن ولا تيبلز؟ الفيجرز مهمه، او ده سؤال مهم. الفيجرز لازم انت الفيجرز لازم تكون معبره، يعني لازم ناس كتيره من اللي بتراجع البحث ممكن تكون بتقراه في ساعتين، فلازم الفيجرز تكون معبره وكافيه ممكن لوحدها انها تشرح لي البحث. فالفيجرز مهمه جدا، بس ده انا رايي ما يستاهلش، لازم تاخد الفيجرز والتيبلز، او الفيجرز التيبلز في الابندكس تحط الفيجر دايما تكون موجوده. تمام. المواقع الموثوق فيها ان احنا ننشر فيها زي ناتشر او سيفير او الحاجات دي، لو حضرتك تقدر ترتبهم لنا. انا رايي عندك طبعا ساينس ناتشر وكل حاجه ليها علاقه ب السيفير وسبرينجر وفرانسيس تايلور وكل الحاجات اللي هي بتتبع لجمعيات علميه، يعني مثلا الجمعيه الامريكيه الجيوفيزيائيه، الجمعيه الامريكيه الكيميائية، كل الجمعيات العلمية المرموقة وكل دور نشر المرموقة انت انشر فيهم. تجنب الجرايد اللي هي بتكون اسماءها شبه مجلات علمية اخرى، يعني مثلا في جورنال مثلا اسمه مثلا ريموت سنسنج اوف انفايرمنت، ده جورنال كبير بتلاقي في واحد اسمه ريموت سنسنج، هو اسمه شبه ده، وده حاجة وده حاجة، يعني ده ليه وزن وده ليه وزن. فحاولك انت تنشر. في كمان قاعدة بسيطة جدا، شوف المراجع اللي انت مستخدمها نازلة في انهي جورنال اغلبيتها وابعت للجورنال ده. يعني مثلا عندي في الريفرنس ليست بتاعتي مثلا 100 بحث، 20 منهم نازلين مثلا في الجورنال بتاع مثلا نيتشر، فأقوم انا مثلا باعت لنيتشر مثلا، يعني بس هنا نيتشر that's not the best example يعني، لان برضو الريفيور بيبص لده. هل انت الابحاث اللي انت عمل لها السيتيشن في الجورنال عندي ولا في جورنال تاني ولا في مكان مختلف، او هي اتس جود سيتيشن او لا؟ تمام. في بقى سؤال ده عجبني جدا بصراحه، فانا حابه ان حضرتك تجاوب لنا عليه. ادينا تبس سريعه عن الترولي ترابل ريفيو ارتكل، انا اول مره اسمع النوع ده من الريفيو ارتكل. الايه؟ معلش. حد كاتب احنا محتاجين تبس سريعه عن الترولي تريبل ريفيو ارتكل، هو كاتبها كده بالظبط. الترو تريبل ريفيو ارتكل، اوكي. دي حاجه كبيره، ماشي، حاجه بسيطه اشرحها لكم. اولا لازم تكونوا عارفين وانتوا بتبص في السي في بتاعت الناس الكبار المحيطه بينا كده، رئيس القسم وانت طالع، انه عمليه النشر اتطورت على مر 100 سنه اللي فاتت. ف
من 100 سنة لغاية سنة 94 كانت الأبحاث بتنشر بدون تحكيم، يعني كان الإديتور بتبعت له البحث يبص فيه كده عجبني ينشره. بداية من سنة أول جورنال عمل تحكيم لبير ريفيو يعني بعته المحكمين كان نيتشر، وبعد كده من نيتشر بقى في كل الجرايد بقى فيه في المحكمين ماشي. فمثلا السيد الأستاذ رئيس القسم هتلاقي مثلا السي في بتاعه قد كده ماشي، لازم تعرف ان تلتين الابحاث دي ما تراجعتش. عشان كده الطالب النهارده في الدكتوراه حياته اصعب من انسان مثلا متخرج واخد الدكتوراه سنه 80 ولا 70 ولا اي حاجه من الحاجات دي ماشي، لان انت دلوقتي ابحاثك بتتحكم. طيب فاول حاجه اتعملت كانت ان بقى في تحكيم من الاقران اللي هم الريفيور الناس اللي زيك يعني. وبعد ما بدا ده نيتشر عملت حاجه تانية الجرايد الاخرى اللي هي بقى التحكيم ده انت مش عارف الريفيور دول مين بس هم عارفين انت مين. فبعد كده عملوا الدبل بلايند ريفيو. الدبل بلايند ريفيو اللي هو لا المحكمين عارفين انت مين ولا انت عارف مين اللي حكم، الاديتور بس هو اللي عارف. بعد كده عملوا التريبل ترو ريفيو اللي هو لا انت عارف مين بيحكم ولا هم عارفين انت مين، والريبورت بتاع التحكيم بتاعهم هينشر على الانترنت، يعني اقدر اشوف البيبر بعد ما اتقبل ماشي واشوف المحكمين قالوا ايه، فيبقى الموضوع شفاف تماما. طيب ده لازمته ايه؟ اولا زي احنا عندنا مثلا في ناس كتيره ما يحبش ينشر لباحثين مثلا من مصر، فانت كده الميزه اللي عندك الدبل بلايند ريفيو ان اللي بيحكم مش عارف ان الشخص ده منين ماشي. التريبل بلايند ريفيو اللي هو ريبورتر عارف المحكم ان الكلام اللي هو هيكتبه هيتنشر على الصفحة، فبالتالي بياخد باله جدا هو هيكتب ايه، فمثلا ما يقعدش يقول لك مثلا تعمل سايتيشن لستين بحث بتوعه هو الجروب بتاعه عشان اتش اندكس بتاعهم يطلع. فالناس التريبل بلايند ريفيو بيخلي الناس تبقى منطقية اكتر وترتجع اكتر عن التصرفات اللي هي الان اثيكال في المجال. تمام دكتور، احنا عشان وقت حضرتك انا عارف ان احنا اكيد خدنا وقت كبير جدا وفي اكتر من 23 سؤال السابقين، فاحنا لو جاوبناهم مش هنخلص اليوم، بس في سؤال لطيف كده ممكن ننهي بيه. حد كاتب هل هنقدر نعيش على القمر يوما ما، او ايه الكوكب اللي جاي اللي حضرتك متخيل ان احنا ممكن نقدر نعيش عليه سواء كان كوكب او نجم؟ احنا مش هنعيش على اي كوكب يا جدعان، احنا بنحاول نفهم الكواكب دي عشان نحمي حياتنا على كوكب الارض. ولو خدتوا بالكم كل الكلام اللي بيتقال على ماشي انسان على المريخ والكلام ده ما بتقولوش وكالات فضاء، يعني ناسا ما طلعش بتقول الكلام ده، دونالد ترامب طلع وقاله، ايلون ماسك طلع وقاله، لكن كوكالة ابحاث فضاء الاوروبيه او الامريكيه او جاكسا وجود الانسان على المريخ ملوش قيمه علميه خلاف القمر. القمر لما ارسل عليه انسان كان رايح ياخد عينات وصور والكلام ده، النهارده في انسان آلي بيعمل الحاجات دي ألف مره احسن من الانسان. عشان كده من زلنا على القمر من 69 ما بعتناش انسان ينزل على القمر دلوقتي، ملوش قيمه، ملوش قيمه علميه، اللي هو هيعمله الروبوت بيعمله. والمريخ نفس الشيء، ولكن القمر ممكن يكون عليه مستعمره علميه يعني لاب تعوض المحطه الفضاء الدوليه المداريه اللي هي الاي اس اس، ويبقى القمر محطه منه لاكتشاف كواكب المجموعه الشمسيه، ويبقى كمان محطه للدراسات اللي ما نقدرش نعملها في الغلاف الجوي بتاع الارض في المناطق اللي فيها الاي اس اس وغيره. فالقمر هو مرشح اكتر لكن مش هنعيش عليه، هيبقى زي معمل. قيمه كل ده هي حفاظه الحياه على كوكب الارض ومش غزو الكواكب الاخرى. تمام يا دكتور، انا بشكر حضرتك وكل الناس بتشكر حضرتك على المحاضره الاكثر من رائعه دي. متشكر جدا، متشكر اسراء، شكرا. بشكر حضرتك دكتور عصام، انا عارف ان وقت حضرتك مشغول جدا وخصوصا في الفتره ديت، وان حضرتك دايما دائم السفر والتنقل. الفيدباك من الناس لحد دلوقتي عن طريق الفيسبوك او حتى في الشات هنا قد ايه هي محاضره ممتعه، واسلوب حضرتك كان بسيط جدا وكل الناس قدرت ان هي تستوعبه. احنا معانا اساتذه، معانا باحثين، معانا طلاب دكتوراه وطلاب ماستر، وفي اندر جرادويتس كتير، والحمد لله الجميع وجدوا في محاضره حضرتك ارضيه مشتركه، اللي هم يعرفوا ازاي يكتبوا مقاله علميه وازاي اللي هم يبداوا من حتى من اول التايتل لحد الكونكلوجن. فانا بشكر حضرتك على وقتك ومجهود حضرتك وان حضرتك شرفتنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
متشكر ليك يعني دكتور محمد، وانا سعيد ان انا بتكلم مع زملائي واخواتي، واللي اتمنى فيه طبعا ان ان ان, إن احنا يعني ان كل الناس اللي سمعت المحاضره انها ده يساعدها في النشر، واذا في اي حد عنده مشكله في بيبر في حاجه وعايز استفسار انا يساعدني ان اساعد، خصوصا في مجال علوم البيئه والجيولوجيا والجيوفيزيكس والفضاء. وبس عايز اقول ان احنا بننشر عشان نعبر، بننشر عشان نتعلم ونعلم. الهدف فعلا الهدف اللي احنا نقدر ان بلدنا تساهم في الحركة العلمية، وما تكونش بتعمل ساتوريشن للمجلات بأبحاث ملهاش في قيمة بس عشان نترقى. وبس، وبشجع كل أساتذة اللي بيسمعوني وكل الناس اللي هم السينيور انه يشجعوا الطلاب بتاعهم ان هو يبقى الباحث الاول في البحث. اعتقد يعني انت يعني احنا مثلا في الجامعات في امريكا في فرنسا خصوصا انه الجامعه بتحتسب البحث اللي بيرأسه الطالب كانه بحث بيرأسه المشرف بتاعه، فبتحسب كانه بحث انت الفيرست اوثر فيه، وبتطلب الجامعه رسميا انه ما فيش اي مشرف على رساله يبقى اي مشرف، يعني انت لو مشرف على طالب ما ينفعش تبقى انت الباحث الاول في البحث ده، ما ينفعش، بس فلازم هو يبقى الباحث الاول. واتمنى ان جامعاتنا كمان تعمل ده، لان دي انا شايف في الشات جزء كبير من الشكوى. وانا يعني بشكر كل الناس وايميلي موجود وبس، واتمنى ان انا اساعد في اي حاجه اقدر عليها. متشكر جدا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. اوكي، شكرا لضيوفنا. مع السلامة.